طور في سوريا عندكم، ومع ذلك مجرد ما لقى انه الكفه رايحه ناحيه الناحيه الثانيه على طول معظم انقلب عليه، ساب وسافر راح قعد في تركيا. ما تتكلمش في الموضوع الفلسطيني الله يكرمك، واحنا لينا يا النهارده سهيلة يا معك بس. سهيلة، بس بعد يا إذنك سامي كلمتين. يا سامي، القنبلة انت النووية، بتوصف لمخيم القنبلة عين النووية مين الحلوه. ضربها على اليابان؟ مين ضربها على اليابان يا ابني قنبلة استنى نووية؟ بس. دولة مسلمة لدولة ملحدة؟ مين استخدم النووي؟ بالمناسبه مين استخدم النووي؟ بالمناسبه المسلمين؟ طب انا هقول لك محاسبين حاجه ممكن الرسول، محاسبين تصدمك. غيره على معارك كانت تصير، بس ثواني. وأمريكا هقول لك ما حاجه بتحكر إنها تصدمك يا سامي. من 100 سنة ضربت نووي، يا ضربت سامي حرقت مدينة كاملة بالنووي، هاي يا الملحدين. ابني اسمع، من تفضل. افضل ما فعلته امريكا في حياتها هو ضرب اليابان. يا عمي اليابان كانت شوف دوله الإنسانية، شوف الإنسانية مشرومين نوويا يا والأطفال ابني، دوله والجنود. مجرمه، دوله مجرمه. لولا كسر شوكه الامبراطور الياباني في الحرب العالميه الثانيه والأطفال وجه العالم كان مختلف، وجه العالم كان اختلف. والأطفال يا أستاذ سهيل، الامريكا شو رأيك بقتل رمت الأطفال بوقتها يا سيدي، بالقنبلة انا معاك النووية؟ فعل مجرم، ولكن احيانا انت لما بتيجي تاخد المصل، مصل سواء الثعبان او العقرب، هو من نفس السم، هو من نفس سم الحيوان او الزاحف اللي بيقتل الانسان. اليابان توحشت في الحرب العالميه الثانيه وكانت في طريقها لاكل الدول المحيطه بها كلها، كان لازم ترضع وتقف عند حدها. الحروب سيئه، وما بقولكش امريكا افضل حد في العالم، ولا المانيا للتاريخ او ولا طيب الدول ليش دي. تحكوا بس على الاسلام؟ ليش ما تنتقدوا؟ في مره يا افتحوا حلقه سيدي عن الجريمه منتصف، الامريكيه باليابان؟ في مره افتح شفت حلقه؟ يا سيدي استنى، الامبراطور السلام الياباني، عليكم. ممكن ثانيه بس يا جماعه، ثانيه بس ادوني فرصه الله يسامحه. خلص، الامبراطور الياباني بسبب ما حدث لا اخذ وقفه، رجع خطوتين للخلف وسالوا نفسهم سؤال، ليه العالم بيكرهنا هذه الكراهيه؟ وراح مضى لاتفاقيه السلام او الاستسلام صاغرا، قال لك هنوقف المهزله دي ونبتدي نبني بلدنا. بقت اليابان اللي انتم شايفينها دلوقتي، تمام؟ ما بدنا بالتاريخ، بس الدول تبررين هذا الموقف، تبررين بدون هذا الكلام. القداسه. السلام عليكم. ممكن بس أسأل الأستاذ سامي يا سؤال؟ سيدي انا ما ببررش، اسمع كلامي الاخر، اسمع كلامي بس، اخلص فكرتي واقفل المايك بتاعي. انا ما بحكيش كتير الله يكرمكم، بس اخلص تفضل فكرتي تفضل. واقفل. ما فيش قداسه للدول دي، ما بتقولكش انا بحارب باسم الاله. اللي عملوه الدول دي زمان زمان في العصور المظلمه بقى، والحروب، الصليبيه والمحاربه باسم الصليب والكلام ده، اعتذروا عن الكلام ده، اعترفوا باخطائهم لان ده كان اجرام، كان اجرام، تمام؟ وخلاص وانتهينا، والدول دي بقت علمانيه، ما فيش حاجه اسمها في بقى في حاله من الانسانيه. اخترعوا مبادئ والزموا نفسهم بيها، مبادئ حقوق الالزام بحقوق الانسان، والزموا نفسهم بيها، تمام؟ ما فيش حد فيهم بيقول لما بييجوا يتكلموا في قانون او يعملوا حاجه ما بيقولكش ده مقدس، لا، بس معروض أمريكا ما للمناقشه كانت أيامها تنفذوا او مسيحية، لا. ضربت باسم لكن المسيح، ضربت عندنا باسم الإلحاد، إنها قانون، إنها دولة ملحدة، وضربت اليابان، ما ضربته إنها اللي كانت هي دولة مين؟ مسيحية. اللي هي مين؟ اللي هي مين؟ أمريكا، أمريكا دولة أمريكا دولة مش ملحدة على فكرة، لما بيجي الرئيس بيحلف القسم على الإنجيل على فكرة. لكن وفي ولايات في أمريكا متخلفة أكتر من الصعيد، أو طبعا ما أقصدش الصعيد المصري، لا، العادات والأعراف اللي موجودة فيه أعراف قاسية جدا. بنسلفانيا مثلا ما فيش حاجة اسمها علاقات قبل الجواز، والبنت وعذرية البنت دي خط أحمر، وحاجات كتير قوي قوي تختلف هي من ولاية لولاية، إذا كان كل ولاية ليها دستورها وليها قانونها. يا جماعة دي ولايات فيدرالية، بس ده مش موضوعنا. الحمد الموضوع لله انه المهم، ما فيش. مناقشتنا للإسلام، لأن الإسلام ما زال حتى الآن في دولنا المتخلفة للأسف، وبسببه، لأن رجل السياسة سامح لرجل الدين إنه يتحكم في القوانين. ما ينفعش، ما فيش لما بييجوا يقروا قانون الأحوال الشخصية، جواز، طلاق، بيع، شراء، مش عارف إيه، ما بيروحوش للقسيس في الكنيسة يا سامي. لكن إحنا عندنا هنا، ده اعرضوا على شيخ الأزهر شوف كده رأيه إيه.
هنعمل يا جماعه تحليل الدي ان ايه يدخل في ال يؤخذ به في المحاكم. لا معلش، الولد للفراش يا والعائل الحجر. يا سهل، انت توك تبغى فهنطلق قصص. هلا انا قلت قصدي بالجمله اللي قلتها عن اليابان وامريكا، قصدي انه مو بس الاسلام يقتل، ولما تقولون كان السيف لانه ما كان وسيله القتل غير السيف، انا ماني مع السيف، بس لو ما كان في رصاص ما كان، فكان القتل يعني كل الامم تقتل بالسيف مو بس الاسلام، ما كان في بس أي يقتلوا بالسيف صحن بس. للنهاردة. شوف فاحنا السلاح نحكي عن واحد النهارده، للثاني. على قناه اخواننا المصريين، الامريكا من 100 سنه اجرمت جريمه، نعم يعني الاسلام يظل مليون سنه ما يجرم مثلها، فهمت علي اللي شلون؟ هي فمع هذا الشيء انتقد الاسلام ايه وما الجرام ده؟ انتقدت امريكا مثلا اللي هي علمانيه. جماعة العلمانية، اني محشرش مناخيري في حياتك، انت حر راجل الدين، ملوش 30 دعوة بك. انت كلت لحم خنزير ولا شربت ايه؟ هو ليه دعوة؟ انت اذيت جارك، تعالى يا عم الحاج في قانون. انت ازاي ترمي زبال؟ ازاي تعلي سور البيت بتاعك عشان تحجب الرؤية عن جارك؟ ازاي مواطن بسيط جدا يقدر يرفع قضية على الحكومة علشان عملت كوبري او عملت اي منشأة حجبت عنه الرؤية او ضايقته وممكن يذلها؟ هي ده اللي احنا والله عايزينه. يا انس سهيل، لو المسلمين ضربوا اليابان نفسها بالعقليه اللي كانت فيها بالنووي، يا رجل يعني يا قامت رجل يا الدنيا وما رجل بعدت. صدقني يا اخي، ولو حياتك لو عندهم نفس السلاح لم انه زتوه على 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 شو بدي اقول لك، لو على لفشخوا بعضهم بالاخر، لا انس لسووا سهيل الكره الارضيه كل واحد فينا قاعد على صخره سامع، وبنزور مع بعضنا عن دخول طريق البشر المسلمين، شو بدي اقول لك اسمه، سواء علماني الاطباءات سواء البراكين. يا صديقي علماني. لو بايدك، لو بايدهم السلاح يا رجل، لو بايدهم هذا السلاح يا اخي، هن كان بايدهم السيف وراحوا على شو اسمه، عملوا مجازر بكل العالم. هن كانوا اللو على السيف ممكن بس بس تصير انت اللو موجود هنا، انت موجود هنا حرق اخ السفن، في الانسانيه حرق يا السفن. سامي. اسمع اسمع، وصلوا على اسبانيا، حرق السفن، قال لهم البحر من خلفكم والعدو من امامكم، يا هيك يا هيك، عرفت؟ فاين المفر؟ هو كان بايده بس سيف، عرفت علي؟ وكان طلع يمكن من الجهه الثانيه من كوكب عطارد لو طلع بايده، عرفت شو؟ فانت كيف اذا بايده النووي؟ كيف اذا معك بايده مشكلة، النووي؟ صح كلامك، بس طيب احنا علي الحلال صدقني ما سامي، كانوا فسخوا صدقني قمه والله للارض. العظيم، والله العظيم الكلام اللي احنا بنقوله يخدمك، يخدمك ويخدم كل الفئات او الاقليات اللي موجوده في دولنا، لان لو الدايره دارت علينا والاقليات دي هي اللي تحكمت، صدقني هيبقى الوضع سيء. فاحنا بنقول يا جماعه خلينا نفوق، خلينا نفوق. ما ضرنا لو طبقنا العلمانيه في دولنا المنكوبه؟ ما حدش إذا هيتحكم في حد، طبقنا غصب علمانية على يشتغل عينيك النووي. هيبقى في شفافيه. ممكن أقول حاجة يا فندم لو سمحت؟ بس عندي سؤال واحد تفضل تفضل. للأستاذ سامي. ممكن مثلا، هل تعرف على أي حرب دينية كانت موجودة قبل الديانات الإبراهيمية الموحدة؟ ما فهمت السؤال يعني سؤال. شلون؟ كانت الناس أمة واحدة حتى أرسل الله الأنبياء، بس هل ببساطة. كان هناك اي حرب دينيه؟ بلا، خد مصر، حلو، خد اتفضلك احط لك الاشوريين، حرف. خد البابليون، خدهم وقول لي هل اي احنا اول واحده من نبي عندنا الحضارات ادم دي عليه السلام، واول حضرتك؟ حرب بس صارت بين اسمع بس قابيل السؤال وهابيل. لحضرتك، ثانيه واحده يا فندم. لم يكن تعرف الحروب الدينيه اطلاقا قبل الديانات الابراهيميه الموحده، لان الديانه الابراهيميه الموحده عندها مشكله شديده جدا، لا تستطيع ان هي تقبل ان دينك يكون صح، لان لو دينك كان صح يبقى انا ديني غلط، فيجب ان تحارب الديانات المتعدده اللي هي البوليثس زي ما بيقولوا، اللي هي متعدده، مش عارف بالعربي، متعدده الالهه، لم تكن تفرض دياناتها. بالمناسبه يعني حضرتك بتذكر الديانات المصريه، لما سايرس ذا جريت دخل جوه مصر لأول مرة في تاريخ حياة مصر تغزى بعد 3500 سنة، أول حاجة عملها إيه؟ ما قالش غير الديانة المصرية، ما قالش خليهم يبقوا يؤمنوا بالنار ولا يؤمنوا بالبتاع، قال لك اذهبوا وجيبوا لي التماثيل بتاعت الآلهة بتاعتهم احطهم عندي، لأن دول شكلهم
يعني اقوياء قوي، ده خلوا دولتهم لمده 3000 سنه من غير ما تغزى، باين عليهم اقوياء، جيبهم. ولغايه النهارده في تماثيل مصريه في قصور في ايران لم تكن تعرف موضوع الحروب الدينيه، لان لما الكسندر دخل مصر عمل ايه؟ حط على راسه بتاعه وقال لك انا الكسندر امون وخلاص، راحت عمت في سيوه. ايوه راحت عمت واتعمد في سيوه وقال لك انا رحت قابلت مش عارف امون، قابلني في سيوه وقال لي ان انا ابن ربنا وابن مش عارف ايه وخلاص، وخلص العمليه وكلهم قبلوه. لم تكن تعرف حروب دينيه. حضرتك قول لي، قبل الديانات الابراهيميه هل كان هناك حرب دينيه؟ رد عليا، أنا راح أجاوبك. قول لي هلا إحنا بالإسلام عندنا أول نبي، منو عندنا أول؟ حضرتك يا فندم، انا ما اقصدش على ثواني ثواني. الاسلام، انا طب بحترم شو عرفك الاسلام بالتاريخ؟ شو والمسيحيه عرفك واليهوديه. بالتاريخ قبل الحضارات الإبراهيمية؟ شو عرفك إن ما كان في حروب؟ وين درست التاريخ أنت يعني؟ استغفر الله يعني شو العظيم يا أنت رب، كنت موجود معاهم يعني ايه اللي عرفني؟ مثلاً؟ تاريخ مصر موجود من 5000 سنه ومكتوب على الحجاره، تاريخ معقول الدوله لا يا راجل؟ الرومانيه. أو إذا قابيل وهابيل قتلوا بعض من أول يوم نزلوا بيه على الأرض. من أول يوم نزلوا بيه على بحضرتك الأرض. قابيل وهابيل ده، هذا ليس هيستوري، I'm sorry، ليس تاريخا معناته هون اختلفنا على الروايات، إذا عندك روايتك وعندي روايتي هون معناها يا صار فندم. عندنا. لا 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 لا، بص، ما نقدرش نقول ايه، انا عندي، بص، ممكن نختلف على الاراء ولكن لا نستطيع ان نختلف على الحقائق، والا الحوار ليس له معنى على الاطلاق. لو انا هقول لك الشمس بتيجي من الشرق تقول لي لا لا، انا رايي ان هي بتيجي من الغرب. طيب ولو تنفي هاجي الله قابيل يسعى في المانيا سنه 1800 وحاجه قالوا ان المانيا فسدت، راحوا قعدوا في تشيلي، كانوا 3000 واحد ورفضوا ان هم يتجوزوا من حد تاني. النهارده بيموتوا في سن ال 35 بمرض القلب، لان 3000 واحد لم يكن كفايه لتجديد الجينيريك بول. دلوقتي الحكومه بتحاول تخليهم يتجوزوا حد، ما حدش عايز يتجوزهم لانه بيموتوا في سن ال 30 من مرض القلب، لان الجيناتيك ريبيتيتيفنس، اعاده الجينات، استغفر الله، اعاده نفس الجينات بتعود مره واخرى واخرى، فثبتت عندهم مرض القلب. هتقول لي ان في راجل وست نزلوا وامه اتجوزت واخته اتجوزت من اخته واخته اتجوزت من اخته وعاشوا، ده هيبقى ده ريبيتيتيفنس، مش هتاخد مثلا 50 سنه لغايه لما يختفوا من على وجه الارض. فلازم تقبل هذه القصه كقصه قرانيه، قصه دينيه، قصه انسانيه، قصه تاريخية. تتعبد بيها، ولكن لا يمكن يا فندم، لا يوجد لها اي اثار تاريخيه، ومن المستحيل ان هي تكون تاريخيه. حضرتك مش هتبقى موجود النهارده، لن توجد على وجه الارض اذا انا بتقبلها منك مجازا. انا بتقبل ان واحد يقول ان ممكن في هناك اله في السماء، ما دامت بس بتتعبد بيه. لكن لو تاخذ هذا الى الحياه العمليه وتيجي تقول لي ان ادم وحواء جم وجالهم الشيطان وخلاهم ونزلهم على الارض، الكلام ده على حسب الحسبه، كان في واحد في السيس في انجلترا قال لك ان هي 6500 سنه، الدنيا تكونت 6435، ومن كثر يعني ثقته في الانجيل قال لك واتخلقوا الساعه 12 الظهر كمان، يعني يوم الثلاث ولا يوم الحس يوم الاثنين، لان ربنا كان بيستريح من حد، حاجات يعني عجيبه انا اقبلها منه لو دي حاجات بتتعبد بيها، ولكن لا تخرجها الى مكان العملي. ما تقدرش تقول لي ان احنا بنختلف في الراي ان الشمس بتيجي من الغرب او من الشرق، على هذه كل الأخ حقائق يا استاذ. احمد، استاذ احمد، انا جد يعني والله الوقت يعني والله مبسوط بالحوار معك، بس جد يعني عندي شغل ومضطر انزل، واحترامي للجميع يعني، لا تاخذونا اخي، تحياتي للجميع. اتفضل حضرتك. وبعدين معلش لو بس كلمه واحده وهنزل لحضرتك، موضوع ان امريكا بتشجع الاسلاميين ولا بتشجع، امريكا تشجع من يكون في مصلحتها، طالما ليك فايده من مصلحتها هتتعامل معاك وهتديك كل حاجه وهتشجعك. امريكا بيج كوربوريشن، شركه كبيره، ما دام امريكا بتستفيد منك هتخليك تستفيد منها، امريكا عايزاك تستفيد منها مش عايزاك تستفيد منها. اهم حاجه بتربط امريكا بالدول الخارجيه ان الدول الخارجيه بتستفيد منها. المانيا ما بتتخلاش عن امريكا بس علشان امريكا بتحميها،
ألمانيا لا تتخلى عن أمريكا، لأن ألمانيا مصالحها مع أمريكا أولية، أول حاجة عندهم إن هي أمريكا. وموضوع إن اليابان تقدمت، اليابان لغاية النهاردة هي دولة محتلة بالولايات المتحدة الأمريكية، والكل يعرف هذا، ولكن هم بيتصرفوا يعني بيتركوا كل دولة، يعني محمد يعلم بأهله ومش عارف إيه. هم وجهة نظرهم كده، ما هي دي الإمبريالية. الإمبريالية إن أنا ما بجيبش، يعني لما أمريكا ورثت الاحتلالات من إنجلترا ومن فرنسا، كان الفكرة إيه؟ أربط البلاد دي بيك وخليهم يبقى عندهم مصالح معاك، واستغلهم زي ما أنت عايز من غير حرب ومن غير حاجة. فموضوع إن هم بيشجعوا الإخوان، طبعا بيشجعوا الإخوان، لأن عارفين إن الإخوان قوة فعالة في الدولة المصرية، وعلى ما أعتقد، معرفش في البلاد العربية كتير، لكن أعتقد في البلاد العربية الأخرى هي قوة فعالة، فلن يتخلوا عن أي قوة فعالة just in case الجيش المصري يطلع فسكان أو يخسر، أو الناس تطلع تقول لك أنا مش عايزين الجيش المصري. فلما يجي زيد كويسين، لما يجي عبيد برضه هم كويسين. هي دي الخطة. الخطة مش إن هو evil، يعني إحنا هنبقى وحشين جدا إلى الأبد، لا، هم مش عايزين يبقوا وحشين. هيديك لو هو يقدر ياخد منك، بس لازم ياخد منك اكتر، وهو هياخد منك اكتر بدون اي يعني نقاش. مش لازم يجي يقول لك انا هاخد منك اكتر، هو عنده تكنولوجيا اكتر، عنده سلاح اكتر، عنده زراعة اكتر، فانت هتتعامل معاه. يعني لما حضرتك السعودية او مصر بتتعامل مع امريكا، اديني كل اللي عندك هشتري منك. السعودية بتبيع ايه لامريكا؟ امريكا بتبيع لها تكنولوجيا، بتبيع لها مباني، بتبيع لها intellectual property، تلفزيون، الحاجات الكمبيوتر. السعودية بتبيع لها بترول. سبب ان العلاقات اهتزت ما بين امريكا والسعودية، ان امريكا النهاردة بقت السعودية في البترول، وبقت هي السعودية في الغاز. هي الدولة، اكبر دولة منتجة للبترول في العالم، وعمل لها تشك. مش السعودية، اكبر دولة منتجة للبترول في العالم امريكا، أكبر دولة منتجة للغاز في العالم أمريكا، أكبر احتياطي في العالم للغاز أمريكا. فابتدت أمريكا تقول لك إيه؟ والله يا جماعة اتصرفوا مع بعضيكم، يعني حلوا مشاكلكم. ماشي؟ هذا هو الموضوع. أمريكا مش شر إلى الأبد ولا سلام إلى الأبد، إلى جانب إن يعني موضوع إن إحنا إن هم مسيحيين أو مسلمين أو يهود، الكلام ده بس يعني اللي بيسموه للبابليك كونسامشن، يعني للاستهلاك العام. أمريكا لا مسيحية ولا يهودية ولا صينية ولا حاجة خالص. أمريكا ليس لها ملة ولا لها دين، رغم إن أنا مواطن أمريكي وأحب أمريكا إلى يعني بشدة، وأدافع معلش يا استاذ، عنها معلش يا بشدة. استاذ احمد، معلش يا استاذ بس احمد، انا عايز اقول كلمه بس عشان هذا الموضوع لا يطول يعني الشرح فيه والكلام فيه. صح، نحن نناقش أنا تشريعات آسف، معلش. الهيه، نحن نناقش تشريعات بين قوسين الهيه. ما يفعله اي احد للدفاع في مقارنه دوله امريكا، اليابان، الصين، المانيا، هذا اسمه اسقاط فاسد، لانك تقارن تشريعات المفترض انها الهيه بفعل بشر. انا ما يهمنيش امريكا كويسه مش كويسه، وحشين، وسخين، حقيرين، منحطين، لازم ما ده يهمك مش يا موضوع. فندم، لا لازم اكمل بس يا يهمك استاذ احمد، يا لو فندم، سمحت، لو سمحت برافو اكمل، عليك، اكمل يا استاذ لو سمحت، اكمل اتفضل، لو سمحت. اسف، اسف. ده اسمه اسقاط فاسد. احنا لا نناقش سياسه الدول يا استاذ احمد، احنا ما بنناقشش. لما نبقى نعمل منتدى سياسي نبقى حضرتك نتكلم في سياسه الدول ونشوف من الدوله الحقيره ومن الدوله المنحطه. احنا بنناقش تشريعات الهيه، احنا بنناقش جهاد الطلب. هل حضرتك في امريكا جهاد الطلب؟ هل عند حضرتك في امريكا حاجه اسمها لا جهاد الطلب؟ لا، في امريكا لو يعني عايز تتكلم دين، امريكا عندنا جهاد الكفايه، ان لو في انا يا جيش استاذ احمد ده بيعمل كلامي انا ما بحبش، عشان كده انا ده اسمه اسقاط فاسد حينما انا ما بقولش نناقش. اسقاط فاسد، بقول لك لو سمحت الحقيقه. لو يا انت عايز استاذ احمد، تستغل يا استاذ لغه احمد، دين، يا استاذ احمد اكمل. حضرتك قلت خطبه جميله وانا معاك فيها كل حاجه، بس ملهاش علاقه بموضوعنا. احنا نناقش هنا تشريعات، احنا بنناقش انا هنا برد دين، على سؤالك، برد على سؤال عقيده، حضرتك. احنا بنناقش عقيده. ما هل في عقيدة امريكا، هل في امريكا لو الولايات، سمحت يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، هل في امريكا يعني جهاد اسمه جهاد الطلب؟
لا في سألته يا أمريكا أمريكي. حاجة اسمها جهاد مش الكفاية. موضوع، يبقى مش لو موضوعي، يبقى استنى، معلش خليها على جنب دلوقتي، نبقى لما تبقى عندها حاجة اسمها جهاد الطالب نبقى نناقش. احنا بنناقش هنا تشريع بيقوم على أنك عندك عقيدة الهجوم على الآخر المخالف، وإذا كان من أهل الكتاب يا إما القتل يا إما الإسلام يا إما الجزية، إذا كان مشركا وليس من أهل الكتاب فإما القتل وإما الإسلام، بس قولا واحدا. بس حضرتك أمريكا مهتم وحشة، بالكلام أمريكا ده؟ أمريكا وحشة، أمريكا سيئة، ده مش موضوعي حضرتك ولا مؤمن موضوعنا بالكلام ده؟ كلنا. هو إيه اللي حضرتك مؤمن مؤمن بالكلام ده؟ بجهاد الطلب؟ السلام يعني إيه مؤمن عليكم. بجهاد الطلب؟ ده اللي في يعني أنت الإسلام، مؤمن بالكلام اللي أنت قلته؟ ده اللي في الإسلام حضرتك يا أستاذ أحمد. حضرتك لما تبقى تعرفني بعد كده هتعرف إذا كنت أنا مؤمن بيه ولا لأ. أنا أنقل لك ما هو في العقيدة، في الإسلام، في الدين، في الشرع. أما مؤمن أو مش مؤمن ده موضوع تاني. إحنا بننقل الآن ما هو أنا موجود بس في العقيدة أو بطلب الشرع. من حضرتك حاجة، أنا بطلب من حضرتك حاجة واحدة. أن حتى يعني أنا مش بطلب إن حد يغير دينه أو حاجة أو يقلل من يا إيمانه، ولكن لو أن سمحت يا الديانة شباب أن ممكن احكي تتطور على الأقل اعزف تطور لي على بسيط. الدور. يعني جهاد الطلب زمان، أقول لك بس حضرتك على حاجة، كان كل حاجتك إن أنت تحارب إن تجيب سيف ودرع وحصانة. أما كان الرسول أو ما كانوا عايزين يحاربوا بيطلعوا إلى يا جماعة اللي معاه سيف وحصانة وبتاع يطلع. فكانوا بيطلعوا. الدنيا الحياة تغيرت تغير رهيب. يعني نحمد الله ان احنا لسه بنمشي على رجلين اتنين بدل اربعة. يا جماعة الموضوع ليس موضوع جهاد طلب ولا جهاد بتاع، العدد في الليمون. هتجيب لي ما امريكا غلبت ناس معاها، يعني غلبت بلد في بلدها عندهم 50 مليون وهم جايب لهم 50 الف عسكري. امريكا بتضرب بلاش، امريكا عندها في جيبوتي اللي هي الموقع العسكرية بتاعتها في جيبوتي اللي هي كل اللي فيها كام واحد عسكري والدرونز بيتحكموا في كل سنترال افريكا بشوية درون واتنين عساكر. دي المنطقة سنترال افريكا فيها مثلا يجي 300 400 مليون استاذ واحد. احمد برضه للمره الثانيه ارجوك لو سمحت، احنا لا انا ما نتحدث، اقصدش انا ماليش علاقه يا استاذ احمد، احنا الدنيا لا نريد الموضوع تطورت يتشعب لازم يا تطور استاذ دينك. احمد. استاذ احمد، استاذ احمد، احنا بنقول للناس اللي موجود في الشريعه سياسه هل في امريكا، حداثة؟ قوه امريكا، هل سياسه ممكن يبقى في امريكا. حداثة في الشريعة؟ الكلام ده هل ممكن حضرتك يبقى في حداثة يا في استاذ، الشريعة؟ استاذ احمد، استاذ احمد، الكلام ده احنا بنطرحه بسأل للناس سؤال. والناس. يا استاذ احمد أنا الكلام ده فاهم. احنا بنطرحه هل للناس ممكن والناس. يا استاذ احمد ارجوك لو سمحت، مش موضوع هذه الخطبه العصماء. انا عارف الكلام اللي انت بتقوله مش ولا موضوعنا، عصماء ولا حاجة؟ أنا مش ولا أعرف موضوعنا حاجة عن خلاص، مش الكلام ده. موضوعنا. موضوع قوه امريكا وسياسه امريكا ده مش موضوعنا انا، مش موضوعي. حضرتك في امريكا ليه هل على من العين وعلى الراس؟ الممكن، انا مش يا هل استاذ من حضرتك، الممكن مش الفقه موضوعي، مش يتطور؟ موضوعي، الفقه مش موضوعي لو الفقه سمحت يا حبيبي، مش موضوعي. روح ناقش موضوع سياسه امريكا وقوتها واستراتيجيتها في المنتدى السياسي. احنا هنا مش بنناقش بتكلم على عقيده امريكا. ودين. انت احنا ماشي بنتكلم فوق، شوف حضرتك عنوان البث، انا ماليش علاقه انت حضرتك بتتكلم، انت ماسك لنا الموضوع امريكا ليه؟ انا مش موضوع امريكا، يا استاذ مش والله موضوعي ولا الاستاذ المانيا اكبر ولا ظلم. افغانستان، يا مش موضوعي. معلومه وعرفناها، معلومه يا وعرفناها. انا يا عندي احمد سؤال خالد، في مجال ابدو مره ثانيه، بقول لك انتظر دورك لو سمحت. تفضل، عندي سؤال هون في مجال جاوبني عليه اخي احمد. الو اخ احمد، حضرتك اخ مش سامع. احمد حضرتك مش سامع، كان تسأل السؤال تاني ممكن؟ عندي سؤال هون يس. بتحب تجاوب عليه؟ هل الله والدين يستحق الاحترام اذا لم يتدخل في الحياة العملية وكل وين يعبد من اتدخل؟ يعبد وخلاص، واذا وين تدخل اتدخل؟ يتدخل بعقل، يتدخل بعقل. يعني يتدخل بإيه؟ انه يتحدث بعقل وليس بكلام ليس له وإذا معنى أراد على أن الاطلاق، يقصي الآخرين؟ وهو يبقى في قانون مدني يمنعه. طيب هذا قانون غاب يعمل مداخلة؟ يعني العبادة في بيتك، وروح صلي في الجامع لو عايز تصلي في الجامع، لا تتدخل أنا في أقول حياة لك، الناس. وإذا غاب القانون؟ بس هيبقى في حكم الغاب، يبقى المتدين يطلع يقتلك لأن في حاجة اسمها جهاد فهل الطلب. يستحق الاحترام من إذا غاب قانون الدولة شرع القتل وشرع كل شيء؟ هل يستحق الاحترام هذا الإله أو هذا التشريعات الإلهية؟ هل تستحق الاحترام؟
هل انت من وجهة بتتكلم عن نظرك؟ الديانة الإسلامية بالذات عينها ولا على سبيل ممكن المثال خلافها؟ الفصل، ولكن هل هي السائدة في مناطقنا يعني؟ هل تستحق الاحترام من وجهة نظرك؟ من الصعب جدا ان احنا نتخلص من هذا لأنه عندنا نحن تعرف الفكر. أن شريعة حمورابي تبنت ديانتين، اليهودية اليهودية فيما بينهم مع أن غير الإسلام. فهل يعني عندما تغيب سلطة الدولة والقانون المدني ويأتي، هل هذه التشريع أو لا الإلهية تصلح، تستحق؟ لا تصلح، ها؟ لا تصلح، لا تصلح إطلاقا، لأن الحياة تطورت تطور هل يستحق رهيب. من قام بتلاوتها بغض النظر كان بشر وإن كان إله وإن كان من ولاه، هل يستحق الاحترام من وجهة نظرك؟ إذا لم الذي تتطور وتواكب أفكار العصر لا يجب لها الاحترام هل تستطيع أن إطلاقا. تطور مثلا في الدير الإسلامي شيئا؟ آه طبعا ممكن، ولكن الناس كيف مش عايزة. تستطيع ذلك؟ كيف تستطيع ذلك؟ أعطينا اقتراح. اقتراحي للأسف اقتراحي أنا أن الإسلام هو عمل إنساني، وبعض كبار المفكرين في الإسلام قالوا هذا، أن الإسلام والقرآن ذاته هو عمل إنساني، وبعض أعطيني على المفكرين سبيل المثال، على سبيل المثال، ما هو الإنساني في الإسلام؟ جاء على لسان محمد حتى لو كان من جبريل، فهو كلمات جاء بكلمات عربية. ما هو الإنساني في ذلك؟ الإنسانية في ذلك ما هي؟ بغض النظر عن الإنسان مين أجل. بمجرد ما آراء أو كلمات الله تحولت إلى لغة فيصبح عمل إنساني، حيث أن طيب اللغة ماشي، ذاتها ما هي هو عمل إنساني. الإنسان الثاني في هذا يا أخي؟ يعني هو ألفها، يعني الرسول عمل ما هو كلمات، الإنسان في ذلك؟ الرسول في اللي عملها مثلا، النبي محمد هو اللي كتب هذه الكلمات. لحظة بس، إذا بتريد رجاء احترام بعض بالكومنتات، ورجاء أي إنسان مسلم ولا مسيحي ولا بنغالي ولا عندي بالشو اسمه، رجاء احترامه بغض النظر اختلفت معه ولا اتفقت بوجهات النظر، دعوا كل الناس تتكلم، فما حدا ما حدا يسيء للآخرين بالكومنتات رجاء إذا بتريدوا، حتى لو كان مسلم عم يعلق ضدي أو شيء أو ضد أفكارنا، هذا حق طبيعي، نحن ما فينا نقصي حدا، بس نحن بدنا نعالج الفكرة ما بدنا نعالج الأشخاص. إيه صديقي، برجع أقول لك، ما هي الفكرة الإنسانية اللي شفتها أنت بالدين وأنا ما قدرت أشوفها؟ تفضل. في مبادئ عريضة للدين الإسلامي اللي هي هنخلص منها جميع الأفكار اللي هو اللي بيسموها الميديفا في عصور الظلام، جميع الأفكار اللي جاء بيها المتدين واحدة، أعطيني واحدة يا صديقي. نتخلص منها يعني ولا نخليها؟ لا، نتخلص من شو جميع اللي أفكار شفته أنت؟ الفطر. ما الذي رأيته أنت في دينك جيد وأنا لم أستطع أن أراه؟ الدين الذي أنا أنظر إليه، الدين الإسلامي الذي أنا أنظر إليه مختلف عن الدين الإسلامي الذي ينظر إليه ناس لا تانية مثلا. يهمني، يهمني المبدأ، ما هو الذي رأيته أنت كشخص ولم هقول لك يستطع أنا حتى المسلم أن يراه؟ مس الورد، تفضل. أنه إذا كان المبدأ الأساسي للإسلام هو العدل، فتحقق الإسلام ما تحقق العدل. إذا كان في عدل طيب، بأي قانون في أي أنا راح مكان خليك تتحاور مع تحقق أخي الإسلام. خالد، ماشي؟ بهاي النقطة، اسمح لي أحكي كلمتين قلبوش عزيزي. من عيوني، بس دقيقة أبو، من عيوني راح أرجع أسلمك الحديث، بس راح أخليه شوي هو خالد وبعديها راح أسلمك. أوكي ماشي، عزيزي. من عيوني الثنتين. تفضل تفضل أنت خالد، تفضل يا خالد، تفضل يا عم يتحدث لك معلش عن بس العالم الموجود عشان ما بالإسلام. نطولش بس في موضوع العدل يعني مثلا في التشريعات الإسلامية يا أستاذ أحمد، في الشريعة الإسلامية السارق تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حضرتك دلوقتي أنت شايف حكم قطع اليد للسارق ده حكم كويس؟ نعم؟ لا، اه. طب نعمل إيه في حكم القطع ده؟ نعمل فيه إيه؟ ناخد منه الفكرة الأفكار
العريضة منه، يعني أن هو الأفكار سرب العريضة العقاب، اللي هي إيه؟ الأفكار سرب العريضة اللي هي العقاب، إيه الأفكار العريضة؟ أن السارق يعاقب فتعاقبه على حسب احنا أسره. عارفين، ان السارق يعاقب، احنا كلنا عارفين كده ان هو هيعاقب، بس انما الشريعه الاسلام الله نفسه بنفس ذات نفسه حط في القران دستوره ان السارق والسارقه تقطع ايده. يا فندم هو حضرتك انا فعلا بقى خطوط عارضه، ايه اللي انت حبيب ابو لهب؟ يعني مثلا في فقهاء قالوا ما ابو تقتدعش لهب بيه، في فقهاء قالوا من يستعدون الفقهاء، للنبي. اللي قالوا، لا لا من لا ما الفقهاء بص لو سمحت يا استاذ معلش احمد، بص من الفقهاء هسيبك. اللي قالوا لا ما لا تقطعش الايد؟ من لا الفقهاء لا اللي قالوا ما تقطعش الايد؟ ما تدخلنيش في متاهات الحلزونية بتاعت الإسلام، أنا عايزك بس لا تبقى دي مش كلمة متاهات خطيبة. حلزونيه، ده انا بجيب لك ايه قرانيه، انا ما جبتلكش حديث، ده انا بجيب لك ايه قرانيه، ايه قرانيه: مش بس حقك والسارق بس لحظة، والسارقه فقطعوا اسمعني بس عشان ما ايديهما نقعدش ندخل جزاء الإسلام إيه ومش بما كسب الإسلام إيه. نكالا من الله. يا عم دي ما ايه أنا فاهم. قرانيه؟ انت بتقول صح هناخد منها الخطوط العريضه، خطوط صح عريضه هناخد منها ايه بالظبط يعني؟ يعني نقطع بالعرض ولا نقطع صوابع من العقاب، قدام؟ نقطع ازاي الثواب يعني؟ ما تقعد بقى ماشي. ما الثواب هو ده اللي وعقاب، احنا حضرتك بص بتقوله. ايه اللي في الشريعه هغيره في بقول لك دي؟ ثواب وعقاب، مش هنقطع ليه، مش احنا هنقطع عارفين ان ليه، السارق هيعاقب، لأن احنا عارفين، حق لكن الشريعه حطت فيه عقاب ايه؟ الشريعه حطت لك انت عقاب ايه؟ كان هذا العقاب لأهل القوم في أيامهم، وفي أيامنا نحن نعمل العقاب بدأنا بقى ايه، مدى الرجوع حقك الرجوع الرجوع الى الوراء. ده كان في اصله، كان في ليه ايامهم، كله. انما في ايام هات لي بقى، من العالم او الفقيه في الاسلام كله اللي قال الكلمه بتاع حضرتك دي عشان اخد منك أنا بقول الكلام لك بتاعك. اتفرج بقى، كلام ده كلام اسمه علم الكلام، ده اسمه علم الكلام، حضرتك يعني لا حضرتك ده تفرق رايك، ولا انت توفر. صح يا استاذ احمد؟ ده رايك انت، ما هو الأستاذ يا استاذ بس احمد، اسمع، ده رايك، أنا فاهم، قول بقول لك كده بس، ان ده مش راي حد، من علماء المسلمين يا استاذ احمد. اسمعني يا انا اسف في أستاذ. الكلمه، اسف بس في الكلمه، اقول لك كلمه عشان بس انني هذا الجدل حضرتك رايك، انا اسف في الكلمه يعني، اسف في الكلمه، بالنسبه لعقيده بيمشي عليها مليار ونص زي ما هم بيقولوا طبعا، وبيحطوا الشيعه معاهم، وبعدين قشطة نطلعهم. بقى قشطة. أيوة قول لي، أنا لا لا قول لا لا لا، قول لي بالعكس اسمع، مش هستم. انا بقول لك كلامك ده قول ملوش اسمع. قيمه، كلامك ده ملوش لا لا قيمه ما حضرتك. انا الاستاذ احنا كان عايزين بقى راي، مسألني رأيي في علماء ايه المسلمين يا استاذ احمد، راي علماء يا عم. المسلمين علماء حضرتك. المسلمين ده اسمه علم الكلام، هم سموه فقه، اللي يقول لا لك لا لا لا، فقه علم مين الكلام ده؟ ايه؟ فقه لا لا مين لا، علم ده؟ الكلام اللي هو الفقه، منين لا قلت كل جبت الكلام ده اسمعني منين؟ اسمعني بس اسمعني بس عشان ما نقعدش نتخانق مع بعض وبتاع. مش بس ثاني، اصل حضرتك انا سالتك سؤال كل واضح، الناس انا دي سالتك بتتكلم سؤال في عصرها، يا استاذ كل احمد، الناس استاذ دي. احمد، استاذ انا احمد غلطان، يا انا استاذ غلطان، احمد، انا لا لا انت انا ما عارف بقولكش ان عشان انا انا عارف غلطك انك دارس القران، بس يا استاذ احمد، يعني لا تتكبر على الناس استاذ احمد، بحساس هو كده. يا عم انا اتكبرت في ايه؟ انا بس سالتك اسكت سؤال بس بقى، ما يا تقعدش عم، يا استاذ احمد، انا مش استغفر عايز الله الجدل العظيم يا رب. كتير على الفاضي. حضرتك قلت لنا خطبه عن امريكا ومش موضوعنا. انا سالتك لا سؤال دلوقتي واضح لا في الشريعه، انا لو يا عم رديت على اكمل بس، الراجل اللي بيتكلم على امريكا، يا باشا اكمل رديت عليه كمل. انت حتى مش مديني فرصه، احنا سيبناك يجي نص ساعه تتكلم، انا سبتك نص اخطأت، ساعه تتكلم عن امريكا واستراتيجيه امريكا ماشي ماشي والمصالح ماشي امريكا ومش ماشي موضوعنا. ماشي انا ماشي سالتك سؤال قول واضح قدام الناس، قول لي. ايوه حكم قطع اليد، ده حكم لصالح لكل زمان ومكان ليوم خطأ. القيامه. لا ها لا قول لنا يبطل بقى مين، انا اسف، يبطل، مين الجاهل اللي قال والحاكم الكلام ده؟ يبطله، قول لنا لو والحاكم في سمحت، مين الإسلام الجاهل يحقه اللي قال الكلام بهذا ده في علماء الحكم؟ المسلمين؟ هل هات لي الحاكم عالم، يحقه يبطل؟ هات لي عالم هل مسلم كده قال الكلام الحاكم ده، يا هات لي أستاذ عالم مسلم اسمع، قال الكلام ده لو سمحت. الحاكم من حقه ان هو يبطل يا حكم استاذ هات لي القضاء؟ عالم مسلم قال ان الحكم ده مش صالح لكل زمان ومكان، هات لي عالم واحد قال الكلام ده. هل عمر بن الخطاب هات أبطل لي عالم، عمر، منع حكم قطع اليد في عام الرماده، في أيوه عام المجاعه، بس الكلام ده خلاص تقوله لحد لما يكون احنا بيكلمك قلت واحد اللي جاهل. بطله. هل ده كان لو في سمحت القرآن؟ يا احمد، يا استاذ، هل ده الكلام ده كان في تقوله القرآن؟ لواحد بيقعد معاك على القهوه وما بيعرفش حاجه، لما تكلم واحد خلاص عنده علم تعرف خلاص انت انت بتكلم مش مين. قاعد على هل القهوة عمر بن الخطاب منع الحكم خالص نهائي؟ يا أستاذ، بس ما تزعقش كلمني لو سمحت، هل عمر منعه يا كله في سيدي، العشر سنين اللي اهدى حكم بس فيهم؟ اهدى. حاضر سؤال بسيط اسمعها عشان بس ما نكذبش وندلس على يا الناس، سيدي، لا هل بنكذب عمر ولا منع الحكم انا لا نهائي؟ ليا يا ابني، انا هكدب عليك لا ليه؟ انا مش ابنك. عمر منع، القطع نهائي؟ خلاص خلاص يا سيدي، لا عمر ما منعه نهائي؟ انا جاوب لو سمحت. عمر منعه احنا نهائي؟ قال ان الحكم ده مش لا موجود؟ حضرتك ممكن بس تسألني سؤال عمر منعه نهائي؟ يا انت عم قلت عمر، بالراحة انت اللي جبت عمر، استغفر الله. منعه نهائي؟ طب بالراحة بالراحة، بص اسألني عمر ايه، منعه نهائي؟ هل يا عمر شيخ منعه نهائي؟
ولا في لا عام ما المجاعة؟ منعوش نهائي، لا منعوش نهائي منعوا عام امتى؟ واحد، منعوا في امتى؟ عام واحد في المجاعة، عام الرمادة ولا بتاع. ماشي، امال بتكذب على الناس ليه وتقول اصل ده عمر الحاكم شوف قلة يوقفه؟ أدبك بقى، بص قلة الأدب لا بقى. مش قلة ادب، أنا انت انت هسألك، ما تكذبش على الناس وانا موجود. عمر ما منعش بص الحكم الا في عام عام ما الرمادة أنا فقط. عارف، ما أنا عارف، ما انت هو عارف ما بتقولش ده كده ليه؟ ما بتقولش كده ليه؟ خجلان مش ليه؟ حوار. خجلان ليه؟ أنا مش م... هل عمر منع الحكم خالص؟ يا ابني يا ابني اسمع بس، هل عمر منعه نهائي؟ يا ابني بطل زعيق، عمر منعه بطل نهائي، ده زعيق سؤال يا بسيط. عم، عمر منعه بطل نهائي؟ زعيق بقى منع بقى، الحكم بطل نهائي؟ بقى بطل بلا بلا الزعيق. بلا بلا ايه؟ عمر منعه نهائي؟ بص اتفضل. عمر منعه لا نهائي؟ لا، لم يمنعه نهائيا ومنعه طب مرة واحدة خلاص، في امال انت الأدب بتكذب على الناس ليه وتقول عمر ليه؟ يلا انا معاك اهو، اتعامل ميوت يا بقلبوش. خلاص. أنا ما قلتش عملها إلى الأبد، أنا بقول إن في تمام مخرج صديقي، يعني ممكن هون نخرج تجاوزنا منه. مرحلة العدل ومرحلة المساواة ومرحلة، يعني شو في بالدين عندك انت؟ اعطيني ناحية جيدة، كيف بدي يقول عن الدين هذا انه جيد؟ وعندي في آية بتقول لك العبد بالعبد، يعني نفسه بالنفس، والعبد بالعبد أنا ما والسيد قلتش والسيد، إن الكلام ده حتى جيد. كرس العبودية كرس. طيب ماشي صديقي، عزيزي بس انت متمسك قلبوش، عزيزي أنا في طريقة او هحمل باخرى، مداخلة. متمسك في خليه يدخل، يعمل مداخلة، اتفضل اعمل مداخلة. طيب معلش أنا آسفين، اتفضل. حبيبي عزيزي أحمد، مداخلتك حلوة وعقلك احنا كنا فاهمينه، وانت واضح جدا انك مسلم منفتح وعامل، احنا بنسميك عامل دين على كيفك. نحن ما عم نناقش انت شو نظرتك للدين الإسلامي، ولا عم نناقش انت شو مفهومك للدين الإسلامي المنفتح المسالم اللطيف الكيوت، يعني هذا مش موضوعنا. كثير عالم ممكن يطلع واحد بشوف انه الدين الاسلامي الصوم مش ضروري الامتناع عن الاكل، بكفي الامتناع عن الاذيه او الامتناع عما سوى الله زي ما بيقولوا المتصوفين. هذا مش موضوعنا. في كثير ناس بيشوفوا الاسلام او الدين بمنظورهم الرائع الجميل، حلو الله يهنيك، هذا مش هون مكان الطرح، ولا هذا المكان البث، مكان طرح اراء سياسيه، مع انه كلامك صحيح بس هذا مش مكانه. يعني انت عم تطرح فكرة نحن مش مهتمين فيها. هلا انا ممكن اجي اقول لهم بتعرفوا الفرق بين بيكاسو وبين دافنشي وابلش اتفلسف، حيقولوا لي اوكي جميل بس خلصنا، احنا عم نطرح فكرة معينة. فانت اللي طرحته اول شيء كلام حلو، وانت انسان واضح جدا انك مثقف ولطيف يعني، بس هذا مش مكانه. نمبر 2، لما انت قاعد تحكي على موضوع الاسلام انت عم تطرح الاسلام الكيوت اللي بعقلك الجميل كمان حلو، بس انت لازم تنتبه يا عزيزي انه هذا الجروب يناقش الشريعة الاسلامية. هاي الشريعة الاسلامية انت بافكارك اللي عم تطرحها بوجهة نظر الشريعة والفقهاء أنا عندي صدى والمشايخ. صوت جامد اكمل جدا مش سامع حد. انا صوتي مش واضح شباب؟ لا صوتك واضح. واضح عادي واضح أنا واضح. فيك لو عندك، تتكلم. لو عندك صدى يا احمد انزل واطلع تاني، انزل واطلع تاني. لو عندك صدى انزل واطلع تاني، انا ممكن تكون طلعت يا بس من ال... كمان. تفضل. تفضل أخي. فاذا احمد سامعني انا كلامي لاحمد، فانت يا احمد يا عزيزي من وجهة نظر الشرع اللي احنا قاعدين عم نناقشه انت مرتد، انت خارج عن الملة. بسموك مش مرتد، بسموك خارج عن الملة بهالافكار، تنكر من معلومة من الدين بالضرورة وتنكر اشياء كتير. انت رجل يعني بالنسبة للفقه او للشريعة اللي عم نناقشها انت اساسا رجل خارج عن الملة. ف يعني سامحني انت مكانك مش هون، مكانك ببثوث ثانية، مع انه بنرحب فيك طبعا وانا بحب الناس اللي مثلك المؤدبين الرائعين، بس للاسف مش هذا مكانك. انت عم تطرح شيء واحتد النقاش مع الاستاذ خالد حبيبنا، لانه انت يعني احنا مش مختلفين معك بوجهة نظرك بالدين، بس هذا مش مكانك عزيزي. فاحنا عم نضيع وقت بصراحة، وانا بشوف الوقت ثمين يعني بهذا المكان. تحياتي. طبعا منورين الجميع. برجع بقول لك صديقي، ان بدك الاسلام وما بدك اياه، وانا بالنسبه لي اللي بده هذا الدين بغض النظر كيف هو شو هو شو بفكر بهذا الدين، بالنسبه لي انا هذا الدين ارفضه قولا وتفصيلا، يعني جمله وتفصيلا، وبشوف انه هذا الدين مؤذي، اذاني الي شخصيا مثل ما اذى غيري، اذاك الك حتى انت الك نفسك اذاك بس بدون ما تنتبه، واذى ناس كثير كثير. فصديقي من الاخر نحكي بهذا الدين،
وقبل ما نفتح هذا اللايف كنا درسنا كثير كثير عن هذا الدين. انت شايفه من وجهة نظرك الشخصية، بينما نحن شفناه من العمق، نحن درسناه من العمق. حاولنا دائما نفتش بالصفحات ونشوف الشيء اللي نقارنه بمثلا حقوق الإنسان ولا حقوق الطفل، وجدنا أنه بهذا الدين ما في أي قانون بيحمي الطفل. أعطيني قانون واحد يحمي الطفل بهذا الدين، عندك؟ لا ما عنديش. شو نفع الإنسان بدون الطفولة؟ شو نفع الإنسان بدون الناس أن يكونوا متعلمين ويكونوا مثقفين ويبنوا مجتمع إيد بإيد، ونكون نحن وياهم يعني مكون بالمجتمع، ما نكون نحن لا يعني عنصر بإقصاء هذه السيدات، لا عنصر باضطهاد هذه السيدات، لا عنصر بكبت هذه السيدات، وعنصر بجعل هذه السيدات هي يعني الهدف، وبنفس الوقت يعني نصوب عليها سهامنا بغض النظر إذا كانت يعني مارست حريتها، إذا مارست أنانيتها، إذا مارست أي شيء بالدنيا. يعني مثلا لا بنعطيها حق التعليم، لا بنعطيها حق الحياة، لا بنعطيها حق اللباس، لا بنعطيها أي شيء أي شيء أي شيء بالحياة، وبالآخر لا قامت بأي عمل نرميها بكل الصفات السيئة، قاهرة، زنديقة، ودائما الحكم عليها مسبق بأي عمل بتقوم فيه، وليست ككيان إنما كعنصر مضطهد بالمجتمع. فبتمنى إنك أنت أو غيرك تراجعوا نفسكم لهالدين طالما عندك هاي الإنسانية. خلوني بعد إذنكم أسمع الأخ. طبعا شو بدي أرحب بخرافة الدين، نورتيني، يسعد لي قلبك، نورتي اللايف. خرافة الدين ملتهي، تفضل أخي أسامة، ايوه مساء تفضل. الخير يا جماعه. واضح ان في ميس اندر ستاندينج في الموضوع. استاذ احمد فيما يعني سمعت، هو بيتكلم على علمانيه الدوله مش ضدها. هو بيحاول لما قال لك انه عمل انساني، مش قصده انساني اللي هو في انسانيه، لا هو قصده انه عمل بشري. فانت فهمته ان هو بيقول انساني يعني انسانيه، ده اللي فهمته. هو بيحاول يقول انه ما ينفعش نستخدم التولز بتاعت الحياه اللي احنا الحياه القديمه تستخدم دلوقتي. فاللي حصل انه كتبتوا ان هو ما بيتكلمش مع الدوله الدينيه خالص، هو ضدها. ده اذا كنت انا فاهم صح يا استاذ احمد تقريبا، يعني لان هو مش مع الدوله ده الدينيه خالص. اكثر شيء، ده كان قصدي صح. يمكن انا بالظبط، هو من الاول اساس سهيله خدت من الاول موضوع، خدته في سكه تانية. فهو دخل، هو ما يعرفش اصلا انتوا بتتكلموا في ايه، فدخل بيحاول يأنسن الموضوع، بس هو مش تبع الدوله الدينيه خالص. ده هو علماني راجل وقاعد بيتكلم على. فهو اللي حصل انه في بس حصل لحظة ميس اندر ستاندنج، بس لما قال لك انساني وقصده ان الرسول هو كتبه بايده، ده صحيح، انما مش منزل يعني. يعني يا هو أستاذ بيقول أستاذ نفسه. أسامة أستاذ أسامة أستاذ أسامة ايوه يا استاذ إحنا فهد، فاهمين كلنا يا أستاذ، إحنا كلنا فاهمين ما يقصد، وأنا فاهم من أول ما أتكلم ما هو يقصد. أنا قلت له نحن نناقش تشريعات، هو اللي هو عايزه على عيننا وعلى رأسنا، وإحنا نحترمه، ويا ريت الناس كلها تبقى كده، إحنا ما عندناش مشكلة، إحنا ما عندناش مشكلة. لكن هل هو ما يقوله هو، هل ده الدين الإسلامي اللي لا ده الأستاذ أحمد بيقوله ده الدين؟ ما بيتكلمش، ما بيدافعش عن الدين هو أصلا. يا أستاذ أسامة، هل ما يقوله هو دين؟ هو عقيده اللي عليها مليار ونص؟ هل والله هو شوف كلام العلماء المسلمين؟ لا، احنا بنتكلم الان في عقيده اللي عليها الاسلام، اللي عليها الفقه الاسلامي، اللي عليها التشريعات الاسلاميه. ليه انا سالته في قطع اليد؟ ده شريعه اسلاميه. عشان هو مش معاها فاهم انتوا عايزين ايه اصلا، هو مش فاهم يا الموضوع. استاذ اسامه، احنا فهمناه، احنا دلوقتي احنا خطابنا احنا بنقول يا جماعه، هل هذه التشريعات صالحه؟ هل هذه التشريعات مفيده للبشريه؟ هل هذه التشريعات افضل من التشريعات اللي البشر عملوها؟ يعني مثلا دلوقتي لما واحد يسرق، انا قلتها مره، واحد دخل بيت شاب عنده 30 سنه سرق 1000 دولار، جبناه واعترف، نقطع ايده اليمين. تعرفوا تقولوا لنا كده الراجل ده هيصرف بقى على نفسه ازاي بعد كده؟ يشتغل ازاي؟ تعرفوا تقولوا لنا؟ هو حد ممكن يقول لنا؟ يلا
لا حد طبعا ممكن يقول لي التشريعات طيب فاسدة. نفس لا الشاب، لو سمحت اكمل يا استاذ اسامه، نفس الشاب دخل نفس البيت واغتصب ابن صاحب البيت، ايه حكمه في الشريعه؟ دي تشريعات فاسدة أساسا. ايه حكمه بس، ايه حكمه؟ احنا ما هي حكمه ايه؟ ما فيش ايه احكام حكمه ولا كلام. الاول؟ ايه حكمه؟ طب مصمم تدخلنا في حتة ما احنا فيش ضدها حكم يا أساسا. استاذ اسامه، يا استاذ اسامه اه ما فيش حكم تمام له، ما في يا حكم عم له اصلا، ما في حكم له. هو ده يا استاذ اسامه، بس ما احنا لحظه، عارفين الشريعة فاسدة. يا لا حول استاذ ولا قوة اسامه، يا استاذ اسامه، ده اللي احنا عايزين بنقوله للناس، بالظبط. بنقوله هو للناس. نحكم اما احنا عليه، طيب ما هو ده مش اكمل لازم بس، الشريعة الإسلامية. انت اكمل. اتخذته خصم في بتقول يا المناقشة استاذ وهو مش احمد، خصم. استنى يا استاذ اسامه، بتقول يا استاذ احمد، بتقول يا استاذ احمد، نحكم عليه بالحكم المدني بعادات وتقاليد المجتمع. اه ما هو عادات مدني. وتقاليد بص يا استاذ احمد بقى، عادات وتقاليد المجتمع ديت، ده اللي احنا كلنا بننادي بالكلام ده، ان احنا نفصل الدين عن الدوله، اي دين، اي دين نفصله عن الدوله. احنا دلوقتي بنقول للناس اللي بينادوا بالشريعه، بنقول لهم يا جماعه هل الشريعه دي تصلح؟ يعني انتوا شايفين ان التشريع ده الالهي ده اللي انتوا شايفينه اله، هل ده يصلح؟ بس اصل طب انت يا بتقول اصل هم ممكن يغيرهم. لا، يا فندم الاسلام ما فيش حاجه اسمها فيه حكم يتغير، يا ده فندم، الكلام، بس معلش انا اسف في كلام الشريعة هي حضرتك، ده كلام أكذوبة. يا استاذ، يا استاذ احمد، يا الشريعة استاذ هي احمد، أكذوبة، لا يا يوجد استاذ، شيء يا اسمه استاذ احمد، الشريعة. يا استاذ، لا ده الكلام يستطيع ده، أحد دخلنا أن بقى، يطبق الشريعة إطلاقا. الشريعة الكلام ده هي حضرتك بقى، الكلام يا استاذ احمد، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده جبته منين؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ناس كتير قوي بتقول، ناس كتير قوي بتقول. قول لي بقى، بص قول لي من أنا الناس كلمة، انا بص بص يا استاذ احمد، بس عشان أنا مش بس متذكر كلمة ناس اسمهم. كتير وعلماء كتير، قول لي واحد من الناس دول، ان واحد بيقول ان الشريعة اكذوبة، ان التشريع اكذوبة، مين اللي قال يا الكلام ده؟ أستاذ، يا جبته أستاذ حضرتك، الشريعة لا منين؟ يمكن. جبته اسمعني حضرتك بس، يا استاذ، جبته حضرتك منين؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الشريعة لا تطبق ولا يمكن تطبق وعمرها ما طبقت. لا، الشريعة ده هي انا اسف في اختيار الكلمه، ولا انا اسف حاجة في إن الكلمه أنت حضرتك، عايزها. حضرتك كلامك خالد يا اما عزيزي، كذب يا اما خالد جهل. خالد أنا مش خالد، جاهل هذا يا رايه، فندم، أنا هذا رايه عارف، الشخصي أنا عارف، عزيزي خالد، يا إما هذا كذب رايه يا إما الشخصي. كتير. لا لا، مش رايه رأي يا احترم، ما فندم، انا قلت له كلماتي، انا قلت له مش اصل هو برضه رأي نفس الشخص، الكلام. في ناس راي كتير مين؟ قالت كده وعلماء كتير قالوا كده، مش طيب هات لنا متذكر يا استاذ اسمهم احمد قدام حاليا. الناس، ها قدام الناس عشان اعرف الناس اصلا انت بتتكلم ازاي، قول لنا يلا العالم مين اللي قال كده؟ ان عمرها ما طبقت، ان الشريعه عمرها ما طبقت. اتفضل قول لنا مين العالم، انت بتقول علماء كتير، مين العالم اللي قال الكلام ده؟ هات لنا اسم عالم كده ان الشريعه عمرها ما طبقت. اتفضل يا استاذ احمد. هو الاله كان منزل تشريع عشان لا يطبق يا استاذ احمد؟ يعني الشريعه ديت، التشريع ده عمره كان ما الاله طبق، منزله ولا عمره عشان لا طبق، يطبق، ولا عمره عشان لا طبق. يطبق. يا اخي ده بطل، انا فاشيزم مين اللي قال كده؟ شريعي. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ جيب لي الدولة مين مين بيطبق، اللي جيب قال لي كده لو الدولة اللي سمحت؟ بتطبق مين اللي قال كده؟ الشريعة. هات لي، انت اللي، بتدعي قدام الناس مين بتدعي، اللي يطبق شريعة يا عم؟ والاسلام الكروت اللي انت بتعمله ده، قول لنا يلا، قول لنا يلا دليلك. يا عم انت قول لي دليلك، فين لو فين سمحت قول الاسلام لنا اللي دليلك ان اتطبق؟ الشريعه لم تطبق، انه لو سمحت. اسلام، انه اسلام اتطبق هو ايه اللي فين؟ انه اسلام؟ هو ايه اللي انه فين اسلام؟ اتطبق فين؟ اسلام هو ايه السنة اللي ولا انه اسلام؟ الشيعة ولا ابو حنيفة ولا المالك ولا الوهابيين؟ ولا ما فيش حاجة اسمها شريعة. استاذ الشريعة احمد، دي استاذ علم، احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، منخلق. استاذ احمد، ارجوك لو سمحت، انا هتكلم كلمتين عشان بس ما بحبش الجدال العقيم مع شخص، انا اسف في الكلمه، يقول كلاما من راسه. الكلام اللي طيب حضرتك انت بتقوله ده، كلام حضرتك برضه لو كلام سمحت من اكمل، راسك، لو سمحت برضه اكمل، ما تدخلش في بقي وانا بتكلم مش هدخل في برضه انت. بقك، محدش عايز يدخل.